تبارك الله ما شاء الله. تحياتي بابا عبد القادر. لا لا يخطيك. لا لا المليح تبارك الله. حتى نشوفوك في السوق. دابا حنا جينا عندك المرقد. بلاتي 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 ندخل عليه. تبارك الله. حنا في المرقد. تبارك الله. حاجه من اليوم الغدا. مرحبا. واللي من الغدا هي ما ربنا تبعو كذا ما نقدرش نقول شي واحد. كلشي على المكتب. هادشي اللي كاين هو هذا. الله يسخر. المحل هو في الكتاكل على المكتب. تبارك الله. هذه الصغيرة هذه. هذيك مريه ديال الكليان. هذه ديال الكليان تباع. تبارك الله. هذا اللي كاين هو هذا. هذه ديال الكليان. خليني نشوفها. تبارك الله. تبارك الله ديال مولانا إذا كاين شي واحد باغي اليوم. الغدا إن شاء الله مرحبا. إذا خاصو في شي حاجة مرحبا. مرحبا. هادشي اللي كاين أخويا. الله يخطيك. شحال العدد هنا شحال؟ تقول اخويا واحد 94 في هذه اللي داخله دابا ومرفوعه راه ديال الكليان. هذه 94 هنا. اي هذه واحده اللي داخله دابا. تبارك الله. حاجه مليحه والماكله كتولي. الله يخطيك. الماكله واعره واللي بغى شي حاجه يعني كنقول لك من الغدا حيت انا مبرزطيني الناس بزاف الكليان ديالي كاين اللي كيدي جمله كاين باش غتقول للسيد كذا ويجي يتلهى هنا ما عندك ما هادشي اللي كاين دابا انت تهضر على حساب الجمال انا كنهضر على حساب الجمال بغيت نبيع الجمال نرتاح تبيع الجمال الناس هادشي البيع ديال واحد واحد خصك تبقى في الدار وحنا ما مساليش الناس هما مرحبا بهم الف مره ما مساليش مسالي البطاطا سيري اخويا صح الله الحبيبه ديالنا ديال اللحم ها هي تاكلها الحواله ها اللي بغى شي حاجه هي الخير موجود موجود هذه ديال الزريعه تبارك الله الزريعه ديال مولي ديال مولي الله يسخر لهم هادشي اللي كاين اخو مراد الله يحفظك المليح تبارك الله حاجه مليحه الله يخطيك علف نقي تبارك الله الماكله نقيه ما تيسرش ها هي بارد الفصه بارد ديال الفصه والتبن مطحون التبن مطحون انت خويا عندك ما عليكش انت خويا ها الفاسيدي هاك الجمله نهاوا حاجه طبيعيه ما تبقاش داك تبارك الله الماء راضيه فهمتي راه الله يسخر تقدر تاكل غير اللبان غير اللبان الحمد لله هذا عطاك الرزق تبارك الله كتاكل الرزق هيا والحمد لله هذا هو انت تشوف اخويا ها بوكوس تبارك الله اللي كضرب ها الله يسخر زميطه هذه ولا ماشي زميطه اه سلو هذاك سلو ايه سلو مسكينه ها هي السنه كتشطح تبارك الله هادشي اللي كاين هو دا خيمور الله يسخر عقبال العام الجاي ان شاء الله ان شاء الله كنطلب عاوتاني نقصوا لنا شي العلب عاوتاني تجردوا الناس اي والله يدير الخير وكل واحد يدير كاين اللي بغى يدير 10 يدير 20 وما دابا الناس الساكن ما لحقوش كاين اللي عنده جوج ملايين ولا ثلاثه ما قدش يدير 10 دروس كلوه ما كافيهاش هادشي قومنا غير بالدراع ومازال هادشي فيه الكريدي فيه راك عارف لك اي والله يدير الخير وهادشي اللي كاين هو دا نطلبوا من الله تيسير كنطلبوا من الناس يصبروا هذا العام ان شاء الله والعام الجاي يدخل فيهم ان شاء الله في الدوبل تخلف الدوبل هادشي اللي كاين هو التمام كاين وما عندنا ما نديرو لا منا ولا منهم لا تقريبا زايد اخويا زايد 50 فرق الفوق 50 فرق هما الخير موجود ماشي زعما خاص ولا الشايط الخير غير دابا الناس مساكين تحك روح تلعب العلاف تحك روح الله يدير كاين اللي مسير دابا راه مسير مسكين دير وكاين اللي دير الكريدي وكاين اللي كداو والله مالك الحمد ونبغيو الناس يصبروا حتى هما يدوز هذا العام ان شاء الله باش ما هادشي اللي الخير راه موجود حتى حنا ما كرهناش ما حنا راه رزقنا حتى حنا يكون هادشي رخيص الا كنا غنديروا 100 نديروا 400 ولا 500 فهمتي ولا فهمتي اه تبارك الله كوري راه تيسع خليل على حسب الوقت وعلى حسب الناس هادشي اللي كيقول وكلشي نقي كلشي نقي ما فاش كيكون سميتو المروه كتكون العلف كيكون رخيص 2 دراهم 3 دراهم دابا راه كتاكل غير 10 دراهم الفوق واش غادي يقول لك من البلاد اللي تهضر معاه يقول لك هادشي اللي كاين هو انا لا خطي هذا اللي كان خبرك الله يلا باه تقعد عطيني النمرة التليفون الله يحفظك خذ اخو 06 87 69 98 69 الله يجيب 06 87 69 98 69 الله يسخر هادشي اللي كاين هو لا خطي اللي بغى شي حاجه من الغدا الخميس مرحبا ومن الخميس ليه ما ربنا تبع ولا كذا وصدق الانسان كذا بلا ما كل شيء على الله نتمنى من الله تيسير كنا ان شاء الله السوق نقول لكم لك انت لا بعنا نقول لكم هذا ما الله يسخر اخوان الله يخطيك نحفظك هذا الشيء اللي كاين اخوان سلام الله وما بارك تبارك الله سنان الحليب تني اخويا سنان الحليب تني كل شيء موجود هذا الشيء اللي كاين هذا اللي كاين الله يسخر احنا المهم عطاونا 3000 درهم اليوم 3000 درهم ومازالين طالبين كنطلبوا 3500 درهم تعطيها ب 3500 درهم هذا الشيء اللي كاين هو تبارك الله عطاو 3000 درهم الله يسخر هو سيدي مرحبا الله يجيب تيسير باقا بارك الله فيك الجبن اللي كتاكل تبارك الله
الله.